متى كان المنام مستندا للشرائع والأحكام؟ متى كان المنام مستند للشرائع والأحكام؟ متى كان المنام تستمد من العقائد والأديان؟ مرة لقيت رجل يحفظ كتاب الله جل وعلا حفظا عجيبا، يحفظه حفظا عجيبا، حتى إنني أخذت منه مرة فائدة. قال في القرآن 33 آية مفتتحة بلفظ الجلالة الله، الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، الرابعة كذا، 33 الله الصمد، سردها كأنه يقرأ الفاتحة. وعندما أسأل عن آية مباشرة يذكر لي مكانه، متقن في الحفظ، يذكر لي عن نفسه، يذكر هو لي عن نفسه، يقول أنا في هذه الفترة، يقول يأتيني هواتف في هذه الفترة، يأتيني هواتف. قلت ما نوعها؟ قال يأتيني هاتف في المنام يقول يا لطيف، هكذا يأتي هاتف المنام يقول يا لطيف 16,655,000 مرة. يقول في إذا أصبحت قلت هذا شيء من الله، وهاتف من الله عز وجل، ولا بد أن أقوم به. يقول أبدأ، يقول أول كنت أعد بيدي واضطريت أن أخذ سبحة بألف خرزة حتى أضبط العدد، وأجلس من الصباح إلى الظهر، يقول حتى مراجعة القرآن تركتها. يقول أريد أن أقوم بهذا الهاتف الرحماني الذي من الله، لا بد أن أقوم به، هكذا كان يظن. يقول وأبدأ أعد يا لطيف أعدها حتى معي أوراق أكتب حتى أضبط العدد. يقول ما أخذ يوم يومين منتهي من هذا العدد الكبير، يأتيني هاتف آخر في المنام الله الصمد 30,000,000، وكله بالملايين 30,000,000 وكذا، ويقول أكتب الرقم، أقوم أكتب الرقم، لأن يقول هذا من الرحمن، هذا من الله، ما يجوز أن هواتف هذه. يقول أبدأ أعد. يقول الآن، يقول هو نفسه يحدثني شخصيا، يقول الآن خبلتنا، الآن القرآن ضيعته وبدأت تتفلت من الآيات، وأصبحت أوقاتي جالس في زاوية ومعي سبحة طويلة وأعد. قلت هذا العمل الذي تقوم به كله باطل، كله باطل، وليس من دين الله، ولا مما يقربك إلى الله، ولا رب العالمين يرضى عنك. قال لي كيف؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أعطني دليلا أن هذا من أمر النبي. ومتى كان الدين يؤخذ من منام أو يؤخذ من هتافات؟ هذه أشياء من الشيطان تبعدك عن دينك، تبعدك عن دين الله سبحانه وتعالى، وتصرفك عن طاعة الله جل وعلا. والشيطان يشغل الإنسان بالبدع عن السنن وعن طاعة الله جل وعلا. وجد هذا الرجل حافظ القرآن ومقرئ للقرآن والناس تستفيد من تعليمه، وأبعد عن ذلك كله وجعله في زاوية بسبحة ويعدد بهذه الطريقة، حتى كتاب الله سبحانه وتعالى وإقراءه ترك ذلك منقطعا عن. وهكذا يضيع كثير من الناس في الأعمال والعبادات بمثل ما حذر منه ابن القيم هنا، قال هدايتهم بأمر الله على لسانه لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم. الآن بعض الناس يدعو آخر إلى شيء، وإذا قال إيش الدليل يقول أبدا أنا من ولدت والوالد والجد والحمولة وكل الأسرة كذا، هذا الدليل. الدليل يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي.